أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. جمعت أرامكو السعودية 6 مليارات دولار من أول إصدار سندات دولارية منذ العام 2021، وقد بلغت الطلبات من المكتتبين 31 مليار دولار. أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جون باول أنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار، لكنه لن يخفض سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو المستوى المستهدف والبالغ 2%. توقعت أوبك نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 دون تغيير عن توقعاتها السابقة، لكنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي العام الحالي إلى 2.9% من 2.8%. قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أنه من المرجح خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت ما في المستقبل القريب، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعا لفترة أطول من المتوقع. من جهة أخرى، سجل الاسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر بعد صدور أرقام نمو الاقتصاد والتي فاقت التوقعات. وقعت شركة الدرعية عقداً بقيمة تتجاوز 7.8 مليارات ريال لتنفيذ مشروع أعمال بناء وتشييد واسعة النطاق في المنطقة الشمالية من الدرعية. ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة إيانت حاتم دويدار أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في شركة اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية الأخيرة. فازت شركة أديس القابضة بتمديد عقد طويل الأجل لأحد منصاتها التقليدية المرفوعة في المملكة بقيمة 1.3 مليار ريال لمدة 10 أعوام. ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة جرير بواقع 10% إلى 171 مليون ريال لتأتي أفضل من توقعات المحللين والبالغة 159 مليون ريال.